خلينا نروح للحقيقة يمكن أبطال مصر برضو شرفونا في منافسات، بس منافسات من نوع آخر. نتكلم تحديدا عن منافسات السباحة بالزعانف لدورة ألعاب البحر المتوسط اللي بيتم تنظيمها في اليونان بعد ما تأهل أو بعد تأهل جماعي للاعبي ولاعبات مصر للنهائيات. بعد بقى التأهل ده يا جمانة، التأهل الجماعي للنهائيات، قدر أبطالنا أن هم يحققوا ميداليات متنوعة في النهائيات في منافسات عالمية صعبة جدا. كمان النهاردة عندهم منافسات المسافات الطويلة. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. يا كابتن صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا وعلى كل الشعب المصري. يا أهلا بحضرتك. في البداية ألف ألف مبروك، وعايزين نعرف من حضرتك الإنجازات اللي حققها أبطالنا في هذه المنافسات، تعرفنا عليها بالتفصيل. والله الحمد لله رب العالمين. طبعا زي ما وعدنا المهندس هشام حطب ومعالي الوزير دكتور اشرف صبحي ان السباحه بالزعانف هيكون لها دور كبير في رفع رصيد مصر من الميداليات. يمكن احنا خلصنا مسابقات المسافات القصيره او حضانات السباحه، حصلنا على ميداليه ذهب وميداليه فضه واثنين برونز وارتفع رصيد مصر بيهم. احنا النهارده زي ما حضرتك قلت ونورت كده ان احنا على موجود على الشط دلوقتي، وهنبدا سباق السباحه بالزعانف في الطويله. هنبدا بالزعانف في المونو الاول 4 كيلو مونو ولاد وبنات، وبعد كده الزعانف المزدوجه 2 كيلو ولاد وبنات، وبعد الدور هيبقى تتابع. طبعا نتمنى ان ابطالنا وبطلاتنا النهارده، عندنا بطلنا مروان العمراوي واحمد هشام في الزعانف المزدوجه، عندنا بسمله صبحي ولوجين النجمه بتاعت البطوله اللي جابت لنا ميداليه ذهب وميداليه فضه امبارح واول امبارح، وعندنا بالزعانف البونو دينا مجدي ندى مجدي وجميله علي، وفي الولاد محمود كهربا وابراهيم فتحي. طبعا ثمان ولاد وبنات الثمانيه، يعني عايز اقول عايزين يرفعوا اسم مصر وعايزين نسمع السلام الوطني. يعني احنا مجرد الميداليات الفضه والبرونز بجد مش بتغرق قدها وقدود والله. ان شاء الله باذن الله السلام الوطني وعلى مصر ارتفع، هو ده اللي باذن الله هيبقى مرضي بالنسبه لنا ان شاء الله يا فندم. طب محتاجين برضو نعرف من حضرتك وتطمنا على ابطالنا، يعني ازاي استعدوا ان هم يشاركوا في البطوله دي؟ ما شاء الله يعني هم حاصدين ميداليات يعني عددها مشرف جدا الحقيقه، ولسه مستنيين كمان انجازات اكبر. الاستعداد كان ازاي يا فندم؟ والله الحمد لله يمكن المعسكر المغرق اللي كنا عاملينه في اسكندريه من اكتر من شهر ونص رفع المستوى البدني للولاد والبنات، تمرينات في حمام السباحه والبحر على اساس البطوله هنا في هيراكلون في البحر وحمام السباحه، فبالتالي كان لازم علينا تدريب في نفس تقريبا جو مشابه، او انت عارف حضرتك ان اليونان بحر متوسط، فاحنا اخترنا اسكندريه على اساس يكون نفس الاجواء. يعني عايز اقول كان في حماس وخلال المعسكر ان احنا نعمل حاجه نقدر بيها نقدم لبلدنا اللي فعلا بتقدم لنا كل حاجه، وهو ده اللي حصل من الولاد وبنات. يمكن عايز اقول برضو كان في بعض عدم توفيق ان احنا حاطين على المركز الرابع في عده مسابقات في اجزاء من الثانيه. مش عايز اقول ان الكلام يعني زي ما بنرمي الشماعه على اي حاجه، انما فعلا كان في عدم توفيق، تاخير وصول البعثه. اللجنه الاولمبيه بذلت مجهود غير عادي، تقريبا زي ما انا بقول نقلوا المقر اللجنه الاولمبيه من الاستاد القاهره الى امام سفاره اليونان عشان يبقى اي باسبور حضرتك كان بيخلص الساعه 2 الطياره بتبقى 4:30 بيجروا على مطار القاهره. بشكر اللجنه الاولمبيه المصريه بجد على كل اللي عملوه عشان البعثه تسافر، مع ان في الباسكت ما جاش والكاراتيه ما جاش. يمكن مش عايز اقول تعنت من السفاره اليونانيه، انما احنا بنقول ان احنا يعني كان لو كان في تاشيرات كانت بدري شويه، انما دي المواعيد اللي حضرتك عارف تاخديها من السفاره. الحمد لله رب العالمين ولادنا وبناتنا كانوا على قدر المسؤوليه، والنهارده هنفرحكم. لو يعني نقول بكره يبقى في لنا لقاء هنقول النهارده باذن الله مستنيين اكتر من 4 ميداليات ان شاء الله عشان نزود رصيد مصر في الترتيب العام بالنسبه للدول البحر المتوسط ان شاء الله. حضرتك ذكرت عدد كبير من التحديات اللي واجهتكم كمسؤولين عن الاتحاد، بكل تاكيد عشان الابطال يحققوا هذا الانجاز الكبير ومستنيين منهم كمان في تحديات بقى واجهت ابطالنا، عايزين نعرف منك ايه هي ابرز التحديات دي وازاي قدروا كمان ان هم يتخطوها. والله ابرز التحديات احنا جينا عايز اقول جينا على 4 افواج، اول مره اشوف بعثه مصريه فيها ال4 افواج عشان الباسبورات كانت بتخلص يوم بيوم. النهارده احنا كنا البعثه تقريبا 6 ولاد و6 بنات، عايز اقول لحضرتك وصلنا على 3 افواج، الولاد كانوا بيوصلوا واحده بالليل مدينه هيراكلون والتصفيات 8 الصبح ثاني يوم، لك ان تتخيل لا في راحه
طول النهار في المطار ما بين طبعا اجهاد ما بين اتينا والمدينه هنا. انا بقول الحمد لله هم كانوا الولاد على قدر المسؤوليه سواء ولاد او بنات، ان هو كنا نعلم هو ده الوضع اللي عندنا، هنشتغل على كده وهنبدا مسابقاتنا وباذن الله ربنا هيكرمنا. عندي مروان العمراوي بطل مصر ما جاش معانا من اول يوم في البعثه، لسه واصل امبارح، وده كان بالنسبه لنا برضو يعني النهارده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ميداليه مضمونه. تخيل حضرتك ان باسبوره كل يوم يطلع ثلاث اربع باسبورات ما فيهمش باسبور مروان العمراوي، انما الحمد لله رب العالمين وصل، وهطمنكم عليه باذن الله، وهيحصل النهارده على ميداليه ذهب باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طب يا فندم احنا كده باقي منافسات قد ايه في البطوله؟ عندنا اربع سباقات وتتابع، يعني هقول اكتر من تقريبا خمس ست ميداليات النهارده بنلعب عليهم. دعواتكم بقى، لان طبعا الميداليه بتفرق ما بين ترتيب حلقات مصر في المركز السادس او الخامس، لو خدنا ميداليه ذهب واحده نطلع مركز فوق اكتر، وان شاء الله هو ده اللي بنتظره. والبعثه المصريه موجودين معانا من اللجنه الاولمبيه، موجودين معانا على البحر دلوقتي، وان شاء الله نطمنكم ونفرحكم ساعه كده باذن الله. دعواتنا وقلوبنا معاكم يا كابتن، والله ان شاء الله تشرفونا اكتر ما انتم مشرفين مصر. شكرا لحضرتك، وشكرا لكل اللي قام باي مجهود عشان البث موجوده هنا في مدينه سيرا كريم. نشكرك يا كابتن الحقيقه، وبنشكر كمان ابطالنا اللي شرفونا في منافسات السباحه بالزعانف لدوره العاب البحر المتوسط اللي بيتم تنظيمها في مدينه هيراكليون. بشكرك طبعا جزيل الشكر كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. بالمناسبه بما انه قال بعد ساعه احنا ممكن كمان نتابع اخبارهم ونعرف اول ما يحصلوا على ميداليات خلال المسابقات. طبعا بكل تاكيد اول ما نعرف ان شاء الله نذيع احنا الخبر عندنا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق.